اليوم كان سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة وقع فيها القمر في أبعد نقطة داخل مداه البيضاوي بين الأرض والشمس، محدثاً ما يعرف بالكسوف الحلقي، وهو أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر. مسار الكسوف الحلقي بدأ من كندا شمال منطقة البحيرات العظمى مروراً بشمال شرق كندا إلى المحيط المتجمد الشمالي عبوراً فوق القطب الشمالي وانتهاءً في شمال شرق سيبيريا. وقد تمكن المراقبون في هذه المواقع من مراقبته ما يصل إلى 3 دقائق و51 ثانية، فيما تمكن هواة الفلك من رؤية الكسوف الحلقي بشكل واضح في كندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي وسيبيريا، في حين كان جزئيا في المملكة المتحدة وإيرلندا، حيث يحجب القمر ما يصل إلى 38% من قرص الشمس. أما في المنطقة العربية فلم يرى الكسوف الحلقي أبدا، ولن يرى بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر.